مرحبا أصدقائنا متابعي قناة هل تعلم الأعزاء في فيديو جديد. أصدقائي الكرام، في هذه الحلقة سوف نتعرف على العمال المهرة والأكثر جدية في ابتكاراتهم. مستعدون أصدقائي لحلقة مثيرة للإعجاب؟ هيا بنا لنبدأ. أما هؤلاء الأشخاص فهما يقومان بتصميم هذه السلالم بالأخشاب، إنهم رائعون جدا. شاهد كيف تصمم هذه الفتاة كرسيا خشبيا. أما هذا البابا نويل فهو يقوم بتركيب بلاطات الحمام. أما هذا العامل فهو ذكي للغاية، شاهد كيف يصنعون هذه البلاطات بهذا الشكل. أما صاحب هذه المجرفة يبدو ذكيا جدا، يزيل كل هذه البلاطات. هذا عمل أعجوبي في هذه الآلات يا صديقي. شاهد كيف يقومون بطي هذا العشب الاصطناعي. يبدو هذا العمل سريعا للغاية، لكنه في الأول كان أصعب. تبدو هذه طريقة ذكية يا صديقي في إزالة الأخشاب، لكن خطأ واحد وتقتل أحد الأشخاص في الأسفل. شاهد كيف يزيل هذا العامل هذه الزوائد الخشبية. هذه المرأة تجعل عملية تركيب الكهرباء سلسة للغاية. ماذا فعلت يا صديقي؟ هل أنت رجل كهربائي أم ماذا؟ شاهد الطريقة السلسة في عملية تقطيع هذه الصخور. صديقي، خطأ واحد فقط وتكسر كل هذا الزجاج. أما صاحب هذه المجرفة فهو ذكي جدا، ذكي يا صديقي حتما. صناعة مثل هذه الأداة تسهل عليك العمل. ماذا عن مهارة هؤلاء العمال؟ يبدو عمل رائع جدا. أما هذا العامل فهو يعرف ماذا يفعل. شاهد هذا العمل الجماعي. يبدو رائعا جدا. إنها طوافة يا صديقي. هؤلاء العمال ماهرون في صباغة هذه الديكورات، أليس كذلك؟ حقا، يقومون بأشكال صباغة غريبة جدا، لكن في الأخير تبدو ديكورات رائعة جدا. هؤلاء العاملات ماهرات جدا في صناعة الأخشاب. يبدو رائعا جدا. هذه طريقة رائعة لتصميم هذا الديكور المنزلي، يبدو كالرخام. أما هذا العامل فهو ذكي جدا. هذه الأعمال تتطلب دقة وخفة في نفس الوقت، خطأ واحد يفسد كل ما صنعته. أما هذا الرجل فهو يزيل جبلا بكامله. يا صديقي لم تخف؟ شاهد كيف تقوم هذه السيدة بعمل هذا الديكور. لا عليك، إذا كان لديك شخصان مثل هؤلاء يمكنك أن تسد كل شقوق الأرض. تسمى هذه الطريقة بطريقة السلسلة. عمل جماعي رائع يا صديقي، إن فقدت توازنك سوف ترسم وجهك على الإسفلت. هذه عملية ذكية لتسريح البلاستيك على الطريق. لعلامة التشوير هناك آلة خاصة، لكن هذا الرجل لديه آلته الخاصة. ذكي يا رجل. هذا شخص فنان، إنه يتعامل مع هذا الجبس بكل دقة وتفان. أما هذا الصديق الصغير فهو يزيل بلاطات الإسفلت من المنزل.
أصدقائنا تمعنوا جيداً، خطأ واحد وقد يدهس أحد العمال. يركبون هذه الأبراج العالية عن طريق طائرات الهليكوبتر، وهذه طريقة أمثل لرفع هذه البلاطات إلى الأعلى. هذه طريقة مثالية لفك هذه الآلة الكبيرة. تركيب البلاط أصبح سهلا عندما نشاهده من عند هذا الرجل. أما هذا الشخص فيقوم برسم هذه الأشكال في المنزل عن طريق الإسمنت. إنه عمل رائع جدا. هذا العامل يقوم بتفريغ هذه الحجارة بطريقة غريبة جدا. خطأ واحد يا صديقي وتصبح أنت مكان الحجارة. أما هذا لا أظن أنه سيصل إلى وجهته سريعا. وهذا كذلك. عمل رائع جدا يقوم به هذا الرجل. يبدو هذا عملا رائعا جدا، يشعرني بالراحة النفسية. تبدو فتاة أنيقة لكنها أقوى من الرجال يا صديقي. وهذه كذلك تقوم بالبلاط في أعلى عليين. وهذه كذلك ترفع الإسمنت يا صديقي. هذا أغرب مجمد شاهدته. شاهد هذا الرجل كيف يرمم الطريق. لقد أصبح الطريق صلبا جدا. ما نعرفه أن هذا الشخص يقوم بالتلحيم، فماذا يقوم صديقه؟ إنه يقوم بالجر. هذا الرجل على ما يبدو أنه يزيل هذا الحائط، وذلك لتصريف مياه الفيضانات. أما هذا الرجل وكأنه سوبرمان، إنه يرفع جذع الشجرة بدون أي عناء. ماذا يصنعون؟ ربما هذه منحوتة، أليس كذلك؟ نعم، تبدو كمنحوتة في جرف أو كهف أو ما شابه. أما هؤلاء العمال، ثقوا بي أنني لم أرى مثلهم قط. شاهد هذا العامل الذي حصل على أسانسير. لا داعي للتعب. حتى وإن بثرت رجله فهو يحب عمله بكل تأكيد. أما هذا صاحب المجرفة الذكي، لكي يصبح الطريق أملسا جعل من هذه العجلة شفاطة رائعة. هذا العامل صنع طريقا في منزله، وذلك بطريقة يدوية. أحضرنا البلاط وها نحن لدينا منزل الأحلام. شاهد كيف يتم تصميم القوس في المنزل. يبدو سهلا، أليس كذلك؟ أصدقائنا، لا أنصحكم بمثل هذه الأعمال. ربما ستذهبون أنتم مكان هذه الجدران. هذا العامل يبدو ذكيا جدا، يصنع لنا تصميما ثلاثي الأبعاد فقط بهذه الرخامات. أصدقائي الكرام، نقول لكم يوما مقبول وصياما متقبل يا أصدقائي، ونراكم غدا في نفس الموعد. ماذا قلت؟ في نفس الموعد، فكونوا في الموعد. إلى اللقاء.